الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونتبعه والذي نحترم من يحترمه ونعادي من يمسه بسوء من قول أو عمل. صلوات ربي وتسليماته عليه الذي وصفه في قرآنه العظيم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عنه أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على دربه واتبع هديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما وقع من تصرفات من بعض الأفراد ومن إساءة لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نرفضه ولا نقبله ونعادي من يفعله، ولا نسمح لأحد أبدا أن يقول بذلك بقول أو فعل. إن ذلك يتعارض مع أبسط مبادئ ميثاق المنظمة التي نجتمع في ظلها اليوم حتى أضحى الآن مع كل أسف ظاهرة لها عنوان كراهية الإسلام، إسلاموفوبيا. إن علينا جميعا أن نتكاتف في التصدي لتلك الأفكار الرجعية التي تقف حائلا أمام تشييد أواصر التعاون بيننا